نظام الاسد يستولي على اموال واملاك المعتقلين بنحو اكثر من مليار وخمسمائه مليون دولار أصدرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صدناية تقريرا تناولت فيه عمليات استيلاء النظام على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسرا مستغلا معاناتهم للتحقيق أو لتحقيق مكاسب مالية وقدرت الرابطة قيمة ما تم الاستيلاء عليه بنحو مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي، استنادا إلى معلومات تم جمعها من مقابلات مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية بأوامر من المحاكم وقرارات صادرة من النظام. لم أحلم أبدا بأنني سأكون حرا مرة أخرى. عندما خرجت شعرت بسعادة لا توصف. ولكن سرعان ما أدركت كيف سرق النظام حياتي قالت عائلتي لا تذهب إلى المنزل لم يبقى لك شيء النظام سرق كل شيء هي أحدى الشهادات التي نقلتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن معتقلين أثناء إعدادها تقريراً تتبع عملية السطو والاستيلاء التي قام بها النظام على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسرا على مدار عشر سنوات خلت. يستند التقرير والذي حمل عنوان اخذوا كل شيء الى معلومات جمعتها الرابطه من مقابلات مع معتقلين سابقين جردوا من اموالهم وممتلكاتهم باحكام وقرارات صادره عن النظام كما يؤكد ان قيمه ما تم الاستيلاء عليه وصلت الى نحو مليار ونصف المليار دولار وذلك بالاستناد الى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 الف معتقل مع ترجيح ان يكون الرقم الحقيقي اعلى من هذا بكثير لان غالبيه الاصول صودرت بشكل غير رسمي يوضح التقرير ان النظام اعتمد وبشكل رئيسي على اسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين بهدف سحب المزيد من الاموال منهم كاحدى الاجراءات اليائسه بهدف الصمود امام الانهيار الكبير في اقتصاده ولمواجهه العقوبات المفروضه عليه مع الاشاره الى ان الاصول التي استولى عليها شملت ارصده ماليه وعقارات وشركات وسيارات واجهزه الكترونيه ومحاصيل زراعيه وسواها عده شهادات نقلها التقرير عن معتقلين قالوا انهم خرجوا من السجون بعد سلسله من الانتهاكات والتعذيب الممنهج ليجدوا انفسهم في العراء بعد ان استولى النظام على منازلهم وصادر اموالهم في استراتيجيه متعمده تتعدى تعذيبهم واسكات اصواتهم الى نهبهم وسرقتهم والقضاء بشكل كامل على مستقبلهم وما تبقى من حياتهم لمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو منير الفقير منسق في رابطة معتقلي ومفقودي سجن الصدناية أهلا بك معنا في هذه الحلقة بداية سيد منير من جديد الذي حمله التقرير لاسيما أن فضائح وجرائم النظام أصبحت على العلن وواضحة على الجميع دائما في هذا التقرير أول شيء مساء الخير لكم رمضان أحنا. مبارك على الجميع في هذا التقرير في تقرير سابق للرابطة ركزت الرابطة على الجرائم المرتبطة ب الجانب الاقتصادية للنظام اللي عم يحاول النظام من خلاله من خلال ابتزاز المعتقلين التهرب من العقوبات الدولية عم يستخدم ملف المعتقلين في مواجهة الاستحقاقات المطلوبة منه لإجراء إصلاحات على المستوى الحقوقي يعني على مستوى حقوق الإنسان في سوريا في هذا التقرير ركزت ركز التقرير على الحالات كيف تعرض المعتقل ليس الأهالي كيف تعرضوا للابتزاز مشان ابنائهم لا المعتقلين نفسهم كيف صودرت املاكهم في عده مراحل من خلال الاجهزه الامنيه من خلال المحاكم الاستثنائيه هذا هو الجديد لم يسبق ان قمنا برصد لحالات مصادره الاموال للمعتقلين من خلال الاجهزه الامنيه من خلال المحاكم الاستثنائيه الارهاب او المحاكم الميدانيه طبعا الاجهزه الامنيه بشكل غير رسمي تصادر الاموال المحكمه الميدانيه ومحاكم الارهاب تصادرها بقرار رسمي يفترض الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله للسجين طيب على ماذا تم الاستناد عليه اثناء اعداد هذا التقرير وما هي الاليه لجمع المعلومات اجريت رابطه معتقلي ومفقودي سجن صيدنا من خلال قاعه البيانات الضخمه أه حوالي الصبيان على حوالي 108 ناجي مم. بعضهم كانوا في صيدنايا وبعضهم في سجون اخرى من سجون النظام من حوالي السنه تم العمل على هذا على هذا التقرير اخذ وقت لبين وصلنا لهذا العدد لهي العينه نسبيا كبيره يعني كم من المده الزمنيه؟ يعني حوالي قرابه السنه او اقل بشوي ف 108 اشخاص حوالي 40% أكدوا حصول انتهاكات كبيرة بهذا الموضوع مصادرة أملاك مصادرة عقارات أنا واحد من الناس طبعا أعضاء الرابطة هم أيضا معتقلين أنا واحد من الناس علي قرار حجر على أموال المنقولة وغير المنقولة في أماكن معينة تم الإحصاء أم هنالك بشكل عام تم إعداد بأماكن أماكن تواجد لا لا بأماكن محددة بأماكن تواجد المعتقلين سواء في تركيا سواء م. في شمال السوري بعض الحالات موجوده ولكن رفضت اعطاء اسمها في مناطق النظام في في شتات يعني في اوروبا وهكذا. باكثر من مكان، طيب طبعا الشهادات تحدثت ان المعتقلين الخارجين من السجون يودون العوده الى منازلهم يتفاجؤوا ان النظام وضع يده على مصادر او اعمالهم او اموالهم تحدثنا اكثر لو تحدثنا اكثر عن هذه الشهادات شهادات هؤلاء الاشخاص الذين خرجوا هدول يعني يعني قصه فعلا حزينه وماساويه النظام لم يتركهم حين كانوا كانوا في السجن لم لم يترك عائلاتهم تعيش بما توفر من اموال لهم أه ولحقهم فيما بعد السجن الآن يعاقبهم ما بعد السجن هم عاجزون على إعادة أه يعني العمل العودة إلى سوق العمل أه عقاراتهم محلاتهم تجارية مصادرة أملاكهم أموال حتى الكاش يعني أه مصادر أموالهم المنقولة سيارات عربات كلها مصادره فهم عاجزون ابدا على 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 انجاز اي يعني البدء بدوره دوره عمل جديده دخول الى سوق العمل من جديد لا ولا اي جهه تستطيع ان تغطي هذا الكم الهائل من هؤلاء الناجين لانه عدد عدد او نسبه كبيره من المعتقلين وضعهم هكذا يخرجون يعني مثل ما بيقولوا بالعامي ايد لورا وايد لقدام يعني ما في شيء النظام صادر بدل ما النظام يساعدهم للعوده بشكل آآ آآ مريح للحياه لا النظام بيضيق عليهم اكثر بعد ما يخرجوا من السجن عداك عن اللي بيتموا بمناطق النظام هذا امر خارج الموضوع يتم استدعاؤهم وابتزازهم ايضا والضغط عليهم وهذا وما يتوجب على ذلك من دفع رشاوات واتاوى الأجهزة الامنيه لا يكون المعتقل لا يملك المعتقل هذا هذا المصروف طيب يعني طيب مصادره هذه الاموال اموال المعتقلين كيف تتم العمليه يعني هي تتم فقط اخذ الاموال مصادرتها فقط ام, أم بيعها ايضا بعد؟ انا انا لك في حالات في عده مراحل في في شيء فصلناه في التقرير في ما في شيء ما ما, ما يعني في كثير تفاصيل احيانا ما كلها اجى عليها التقرير لكن بالاعتقال نفسه لما بصير الاعتقال حاله الاعتقال آه الدوريه اللي جايه آه تصادر كل ما في البيت من آه من فلوس من ذهب صيغه العائل الاهل حتى اذا لقوا مع المعتقل مفتاح سياره بيقولوا وين السياره؟ وبيصادروا السياره بس وخلص سيارة السياره السياره فيها بعدين بيبيعوها او بينقلوا ملكيتها مثل ما صار معي انا شخصيا حاولوا ينقلوا ملكيتي بالتزوير ويعني قدرت اعرف هذا الشيء عن طريق وسطاء انه في الماليه في نقل ملكية سيارتك ف ف بيعملوا هذا الشيء هذا ب... هذا ب... هذا بمرحله هذا ب... هذا شيء غير رسمي لكن مسكوت عنه او مسموح فيه من قبل النظام الشيء الرسمي هو القرارات بيصدر قرار من ال... في قرارات بتصدر من الجهاز الامني بحد ذاته أه بالحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله وفي قرار بيصدر من المحكمه نفسها بالحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لاصحاب الدعوة اصحاب القضيه مم. مم. مثلا نفس الملف يعني 10 15 واحد بيطلعوا في نماذج يعني عن هاي القرارات بيطلع بيطلع قائمه فيهم وحجز على كل اموالهم المنقوله وغير المنقوله حتى احيانا بعض القرارات بتتضمن حجز على اموالهم واملاكهم واملاك آه زوجاتهم يعني زوجه قاعده بامان الله كمان بيحجز عليها وهذا هذا الحزب ما بيرفع يعني حتى لو طلع بده يدفع رشاوي وبده يعمل 100 قصه حتى يقدر يرفع هذا بالتاكيد بالرشوة اه ودون جدوى بالتاكيد اه دون جدوى نعم. دون جدوى طيب يقول التقرير بان ما نهبه نظام من اموال المعتقلين وصل الى مليار ونصف المليار دولار، لو تحدثنا اكثر عن هذا الرقم ولماذا هو قابل للزياده يعني من المرجح ان يكون رقم اكبر بحسب ما اشار اليه التقرير طبعا نحن منهجيتنا دوما انه نحن نأخذ الحد الادنى بنصرح يعني ارقام حتى نحن الرقم عندنا اكبر من ذلك لكن نحن نعطي الرقم بالحد الادنى مشان نكون موضوعين قدر الامكان مم. فهذا الرقم في الحد بالحد الادنى طبعا هو قابل قابل للزياده لانه لا يزال هناك معتقلين لا يزال هناك حالات اعتقال هي العمليه مستمره دائما خاصه في المناطق التي صار فيها مصالحات او خرج خرجت منها المعارضه فهدول الناس تحت تحت السيف المسلط للاعتقال بشكل دائم والابتزاز بهذه العمليه اي حدا معتقل من ابنائهم كمان العائلات عم تبتز مثل ما حكينا بالتقرير قبل هاد والشباب اللي عم يطلعوا او النساء اللي عم يطلعوا كمان عم يتم ابتزازهم طبعاً اذا بتحكي بقضايا النساء كمان في ابتزاز مالي تتسع الرينج تبع اسباب الابتزاز المالي ف إيه فهي لذلك العمليه بتتم مستمره وبتتم فيها اشكال وفيها فيها آه يعني اليات رسميه اليات غير رسميه لابتزاز المعتقل لسرقه اموال المعتقل ان كان بالسجن، يعني مثلا اليات غير رسميه انه مساعد بفرع امن بيعرف انه هذا السجين عنا بالفرع، بيروح بوساطه معينه بيقدر يعرف شو ملكياته فبيحاول ينقل ملكيه، هذا صار. نعم، طيب قانونيا كيف يمكن استرجاع من سرقت اموالهم من قبل النظام؟ يعني ماذا يمكن ان يفعل؟ هل بوسعه التوجه الى محاكم دوليه او ما شابه؟ هلا بحسب ولايه المحكمه اذا يعني اذا كانت المحكمه الى الى ولايه عالميه ف ممكن لكن نحن تعويلنا دائما ما على هذا على هذا الموضوع تعويلنا دائما على انه الناجين يحاولوا يحصلوا اكثر اكبر قدر ممكن من وثائق ملكياتهم هاريون يحاولوا يعني من خلال شاشتكم توجه لاهالي المعتقلين ايضا انه يحفظوا اكبر قدر ممكن من الوثائق الوثائق الملكيه في وقت معين هي الوثائق هي هي يعني بمثابه ورقه ذهبيه بايد الناجي ممكن يطالب فيها بوقت معين اي محكمه قادمه ممكن تحصل هذا الحق لكن هذا الموضوع يحتاج الى من الناجين الى انه ينظموا انفسهم يتحاولوا يعلوا الصوت بهذا الموضوع مطالب بهي 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 الحقوق لانه لا. انسداد الافق امام الناجي سيحوله الى الى قنبله موقوته من الياس والاحباط والالم وهذا ممكن يتسبب بمشاكل سواء في بيئات اللجوء او حتى في 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 داخل في داخل البلد فلذلك هذا من الامر، الامر الثاني يعني في يوم الايام ممكن اذا كانت هذه الوثائق بالحد الادنى موجوده اذا كان في شهود ايضا كمان قضيه الشهود قضيه مهمه اذا كان في شهود على ملكيه هذا الشخص ممكن اللجوء لهي لهي الطريقه من خلال محاكم في المستقبل بحاله ثالثه اذا ما كان هذا الموضوع ف يعني كمان ينظر لاليات جبر الضرر في المستقبل هذا مرتبط ب قضايا حل حل القضيه السوريه والعداله الانتقاليه والتفاصيل هي لكن يعني الحد الادنى اللي ممكن القيام فيه اولا وعي ثانيا تجميع الوثائق ثالثا محاوله آآ آآ بناء آآ يعني ملفات لهذه الادله والوثائق وهذه القضايا لا. لتجهيزها لاي استحقاق آآ محاسبه آآ مستقبلي. اشكرك جزيلا على هذه التفاصيل والمعلومات منير الفقير منسق في رابطه معتقلي ومفقودي سجن صدناي ضيفي في الاستديو شكرا جزيلا شكراً. لك